نرفع القبعة للجماهير لأنها هي التي تصنع الحدث وليس اللاعبين. هكذا سوقتم للدوري المغربي بأحلى صورة. نعم هكذا تعرف الجمهور على الدوري المغربي، هكذا أصبح يتحدث الجميع هناك خارج الحدود عن الدوري المغربي وقيمة الكرة المغربية من خلال أروع وأحلى جمهور، كما في المدرجات، كما في الفريميشة، هناك في الفراش المكان الشعب الخضراء زاهي ينتظر نعم الكتيبة الرجوية وانطلاق رفقاء عصام الراقي في السكة الصحيحة نحو انتصارات تعيد الأخضر للواجهة مرة أخرى في البطولة الوطنية. مشعب يوقف الديربي لأن الأجواء رائعة والأجواء مثيرة والأجواء صاخبة في المدرجات. فعلا مشعب يوقف لأن الأجواء ضبابية والأجواء صحيح ضبابية ولكنها رائعة في المدرجات. شاهدوا واستمتعوا، هذا هو الديربي الحقيقي، هذا هو الديربي وليس ديربي اللاعبين في أرضية الميدان، ديربي والمنافسة بين الجمهورين، جمهور الوداد والرجاء البيضاوي، مواجهة بين الفراش سود المكانة وأنصار الأخضر والكورفا نور الفريميجة وأنصار الوداد البيضاوي. أوصلتم الديربي للعالمية بفضل التيفوهات وبفضل فعلا أنا من الإبداع التي تصنع التيفو، لأن التيفو ليس